الأخ محمد عنده سؤالين، يقول في مريض يقضي ومريض كبير السن، كيف يكون خلاص؟ هو سأل الفدية، وسأل على الفدية، وسأل نعم. إذا زال العذر نصف النهار الفدية أي نعم. الفدية هي تجب أو تستحب، يعني مثلا الإنسان الكبير في السن أو المريض مرض مزمن كبير في السن اللي معاش يقدر يصيم، ليس له طمع في أنه يقضي، مش حيجي عليه وقت هو قادر على الصوم، خلاص هذا معاش يقدر يصيم يعني نعم. أفطر. هذا في مذهبنا المالكي يستحب ولا يجب أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وعند بقية العلماء أو جمهور العلماء يوجبون الفدية عليه. كم الفدية هو يسأل عليها؟ كم الفدية يشوف هو كيلو إلا ربع رز كم يعني المتوسط؟ كيلو إلا ربع، كيلو إلا ربع تقريبا هكذا 750 جرام في الحدود هذه. بالدينار ما بالدينار الله مزال. أعلم يعني حسب يشوف المتوسط يعني. فهذه الفدية أيضا والمريض اللي يقضي هذا لابد من المريض هذا يرجو أن يشفى إيه؟ وبيجي عليه وقت قادر على الصيام تمام. هذا ليس عليه فدية إلا في حالة، هو أن يؤخر القضاء حتى يدخل عليه رمضان الثاني بدون عذر نعم. وهذه لازم نوضحوها لو في وقت. حتى المرأة الحائضة بعض النساء يعني يصير لها حمل ويصير لها كذا وتصيم الشهر رمضانين وثلاثة أحيانا، فلا بد من القضاء والفدية كذلك إذا فرطت في القضاء حتى دخل عليها مثلا كل ما فرط يعني كل من فرط في القضاء حتى دخل عليه رمضان اللي بعده فعليه ثلاث أشياء. طيب عليه التوبة لأن التأخير هذا مخالفة معصية، عليه أن يتوب وعليه أن يقضي وعليه أن يفدي يعطي يطعم عن كل يوم مسكين. لو بنوضحها على وجه السرعة شيخ عباس شيخنا تكون واضحة. هو عندي سؤال ثاني قال إذا زار العذر نصف مثلا مرأة حائض نجوها إن شاء الله. أيوة بس خلي هذه موضحة يعني الوقت مثلا إنسان مثلاً عنده 10 أيام قضاء نعم. فافطرهم في رمضان هذا مثلا جاي العيد وما قضى قال أنا بنقضي في آخر شعبان القادم، يجوز له أن يؤخر إلى ما قبل رمضان. جاي لي 10 أيام الأخيرة متاع شعبان، حسب مثلا يوم 19 شعبان، قال خلاص عندي 10 أيام بنقضي العشر أيام اللي علي، هو السنة كلها قادر على القضاء لكن أخر، معليش إثم ولا لا؟ لأن من حقه يأخر ما دام ما خشى. جي قدر الله أنه يمرض في العشر الأيام الأخيرة من شعبان ما عاش قدر يصيم، تخلى عليه رمضان، هذا مفرط ولا مش مفرط؟ ما نقوله ليش أنت مفرط لأنك قعدت 11 الشهر وأنت تأخر، هو أخر بوجه شرعي يجوز له التأخير وعازم على قضائها في العشر الأواخر من شعبان، قدر الله أنه مرض في العشر الأواخر من شعبان فهذا ليس بمفرط، ليس عليه إلا القضاء لا. ليس عليه التوبة وليس عليه الفدية. إن شاء الله واضحة هذه.